معاك سامية كامل، وهنبتدي النهاردة توبيك 36 كوست اوف كابيتال. بسرعة هنشوف التوبيكس اللي احنا هنتكلم عليها ايه. هما يعني توبيكس كتير والتوبيك كوندنسد ليتل بيت. اول حاجة هنتكلم عنها، هنتكلم على الويتد افريج كوست اوف كابيتال اللي هي معروفة باسم الواك. بالنسبة للكومباني هنحسبها الـ Weighted Average Cost of Capital of a Company. هنحسب بعد كده تأثير الـ Taxes على كل Component Cost of Capital، يعني الـ تأثير الـ Taxes على الـ Total Cost of Capital of the Firm. احنا بنقول إن ده Weighted Average، فاحنا عايزين نعرف الـ Weights دي بتتحسب إزاي. عايزين نعرف كمان هو ده ويتد افريج وهي مارجنال كوست، فاحنا عايزين نعرف المارجنال كوست اوف كابيتال والانفستمنت اوبورتيونتي سكيدجول ازاي بنستخدمهم عشان نعرف نديتيرمن الاوبتيمال كابيتال بادجت. هنشوف كمان ازاي المارجنال كوست اوف كابيتال بيقدر بيأثر على النت بريزنت فاليو اوف ذا فيرم. احنا كنا قلنا قبل كده انه في الكابيتال بادجيتنج one of the tools to evaluate the project هي النت كابيتال النت بريزنت فاليو، فاحنا هنشوف ازاي الكوست اوف كابيتال له تاثير على الكالكوليشن اوف النت بريزنت فاليو. هنشوف كمان ازاي نحسب الكوست كومبوننت اوف ايتش الكوست اوف ايتش كومبوننت اوف كوست اوف كابيتال. طبعا احنا ما بنتكلم على الكوست اوف كابيتال ده هنقوله دلوقتي حالا، هي بنتكلم على لونج تيرم سورسز اوف فاينانس. فاحنا هنتكلم على اللونج تيرم ديت ازاي بحسب الكوست بتاعه، البريفيرد ستوك ازاي بحسب الكوست بتاعه، الكومن اكويتي بكذا موديل، عندنا الكابيتال اسيت برايسنج موديل والديسكاونت ديفيدند ديسكاونت موديل والبوند ييلد بلس ريسك بريميوم. في الكاب ام في حاجه اسمها البيتا، هنعرف ازاي ايه هي البيتا دي وازاي بتدخل في الكوست اوف كابيتال، بنحسبها ازاي للبروجكت، يعني هجيب البيتا بتاعت البروجكت. احنا هنا بنتكلم على الكوست اوف كابيتال بتاع الكومباني، انا عايز احسب الويتد افريج كوست اوف كابيتال للبروجكت، فلازم اشوف البيتا ايه هي عشان اقدر احسب الكوست اوف كابيتال اوف ذا بروجكت. بعد كده هنتكلم على لما اجي احسب الكابيتال اسيت برايسنج موديل محتاج احط للكونتري ريسك بريميوم، فازاي هي هتبقى بتاثر على الكالكوليشن اوف ذا كوست اوف اكويتي. افكركم تاني ان انا ما بتكلم على الكوست كومبوننت كوست اوف كابيتال، الديت والبريفيرد ستوك والاكويتي، وان اوف ذا ويز تو كالكوليت الكوست اوف اكويتي هي الكاب ام. فانا عايزه اعرف ازاي لما بيجي احسب الكوست اوف اكويتي بالكاب ام لازم احط الكونتري ريسك بريميوم. هنشوف بعد كده ازاي مارجنال كوست اوف كابيتال سكيدجول ايه هو وليه هو upward sloping، واخر حاجه هنتكلم عنها الفلوتيشن كوست وتاثيرها في الكوست اوف كابيتال. ايه هو الكوست اوف كابيتال؟ الكوست اوف كابيتال هو تكلفه مصادر التمويل طويله الاجل، اللي هي ايه؟ الديت لونج تيرم ديت، بريفيرد ستوك، كومن ستوك، وريتيند ايرنينجز. يعني اقدر اقول ان هي الـ debt long term والـ equity. الـ equity in the form of retained earnings, common stock و preferred stock. طيب لما انا بحسب تكلفة للموارد دي يبقى معنى كده ان الـ cost of capital ده هو الـ rate of return اللي الـ suppliers of capital عايزينه كـ compensation ان هم ادوني الـ capital دي. يبقى هو بيعتبر الـ opportunity cost of funds للـ suppliers of capital. طبعا السبلايرز دول مش هيدوني الكابيتال الا اذا لقوا ان الريتيرن اللي هياخدوه يدوبك ميت اور اكسيد اللي هم ممكن earn in another investment with a comparable risk. عشان كده بنقول ان ده الاوبورتيونيتي كوست اوف فاندز فور ذا سبلايرز اوف كابيتال. طب ايه هي الكومبوننتس بقى اوف الكوست اوف كابيتال وايه الكوست بتاع كل واحده فيهم؟ احنا اتفقنا ان دي long term sources of finance، long term borrowing او ال equity. ال long term debt او اي debt طبعا الكوست بتاع الدات هو ايه؟ ال interest اللي انا بدفعه. طب بالنسبة لل equity، ال equity قلنا ممكن تكون common stock, preferred stock او retained earnings. ال retained earnings ايه الكوست بتاعها؟
هي الديفيدندز اللي انا بدفعها للبريفيرد ستوك هولدرز. والديفيدندز نورمالي بتبقى او جنرالي they are fixed, stated fixed dividends. طب الكومن ستوك ايه الكوست بتاعها؟ هي الديفيدندز اللي انا هدفعها للكومن ستوك هولدرز. هي ريتيند ايرنينجز لها كوست؟ اه لها، لان ريتيند ايرنينجز دي هي بدل ما هدفع ديفيدندز ديستريبيوتد ديفيدندز تو ذا كومن ستوك هولدرز، انا بعمل ريتنشن للايرنينجز دي. يبقى يعتبر الكوست اوف ريتيند ايرنينجز ده الاوبورتيونيتي كوست تو كومن ستوك هولدرز انستيد اوف ديستريبيوتنج ديفيدندز. الريتيند ايرنينجز ده الارباح دي اللي بتدخل تاني في الشركه بيستفاد منها الكومن ستوك هولدرز، لان هما اللي بيستفادوا من الجروث اوف ذا كومباني، لان عاده زي ما قلنا الديفيدندز على البريفيرد بتبقى فيكست، الشركه كبرت او صغرت هي الفيكست ديفيدندز انا بدفعها. اكوردنجلي بنسمي الكومن ستوك والريتيند ايرنينجز دول هما الكومن ايكويتي. يبقى الكوست اوف كابيتال بيجي من اللونج تيرم سورسز اوف فاينانس سواء ديت او ايكويتي. الديت الكوست بتاعه الانترست، وطبعا انا عندي البرنسبل از بينج بايد، والكوست اوف ايكويتي اللي هي البريفيرد ستوك بدفع الديفيدندز، والكومن ستوك بدفع الديفيدندز، والريتيند ايرنينجز الاوبورتيونيتي كوست. ايه تاثير التاكسز؟ هاو تاكسز افكت ذا كوست اوف كابيتال فروم ذا ديفرنت كابيتال سورسز. لو انا عندي ديت، انا بقول بالنسبه للديت انا بدفع انترست. الانترست ده لو تخيلنا مع بعض الانكم ستيتمنت، بلاقي ان الانترست ده بيدفع قبل التاكسز. معنى كده ان انا لما باجي ابقى عندي مورد من الموارد بتاعتي او مصدر من الكابيتال بتاعتي او السورسز اوف فاينانس بتاعتي اللي هو البوروينج، بدفع عليه انترست، فالكوست بتاع البوروينج ده بيديني بيقلل التاكسبل انكم لانه بيتخصم قبل التاكسز، فبكده بيديني بروتكشن فروم paying او tax shield، بيقولوا عليها tax shield اللي هي protection from paying high taxes. ال cost of equity هو زي ما اتفقنا retained earnings او ال dividends على preferred او ال common، دول بيبقوا بعد ال taxes، ما بيدونيش اي نوع من ال tax adjustment او tax shield. عشان كده ال cost of equity بيبقى after tax. الكوست الوحيد اللي في ال cost of capital before tax هو ال cost of borrowing. عشان كده بعمل adjustment له، ان انا بحط في اعتباري التاكس شيلد بتاعي اللي اديتهولي الانترست ده. اما بالنسبه للكوست اوف اكويتي مش محتاج ابدا ان انا اعمل له اي ادجستمنت، لانه بيبقى افتر بينج التاكسز. عشان اوضح بس الكونسبت بتاع الانترست ازاي بيعمل التاكس بروتكشن، سبوز ا كومباني بيز 10% انترست اون $10,000 debt. هعتبر ان انا عندي سيناريو 1 ان الكومباني عندها 0 debt، وسيناريو 2 الكومباني عندها 20% debt اللي هي مستلفه ال $10,000 دول. في الحالتين طبعا الاي بي اي تي از ذا سيم 100,000. لو انا قلت ان انا بستلف 10,000 وبدفع انترست 10%، في السيناريو الاولاني الانترست از 0 لان انا اي بوروت 0 دولارز، فعندي 0 انترست. في الحاله الثانيه هيبقى عندي ال 10%، يعني عندي $1,000 interest. التاكسبل انكم او الايرنينجز بيفور تاكس هنا هيبقى ال100 ماينس 0 اللي هي ال100، هنا ال100 ماينس 1000 اللي هي ال99000. ال100000 هدفع تاكسس 40%، يبقى النت انكم بتاعي 60. هنا على ال99000 هدفع 40% ل 39600، النت انكم 59400. ايه بقى التاكس بوروينجز دي اللي عندنا او التاكس شيلد؟ واخدين بالنا هنا في السيناريو لما زيرو دات انا دفعت تاكسز 40,000، هنا دفعت 39,600، يعني كان ان انا لما دفعت الانترست ال1000 ده وفر لي بيمنت اوف تاكسز $400. يبقى the company save taxes 40,000 minus 39,600 اللي هي 400. كان الايفكتيف كوست اوف بوروينج فور ذا بيربز اوف كالكوليشن اوف ذا كوست اوف كابيتال هي ال1000 اللي انا دفعتهم، هم الألف هم ناقص منهم الربعمية السيفينج، يبقى كأني بدفع 600 على ايه؟ على العشر تلاف اللي عندي دول. يبقى 600 على العشرة كأن الكوست اوف بوروينج افتر التاكس سيفينج 6%. ففور the purpose of calculation of the cost of borrowing for the cost of capital calculation بقول انه الكوست اوف بوروينج اللي هي KD او الانترست افتر
tax adjustment هيبقى ال cost of borrowing اللي هو ال interest 10% في 1 minus ال tax rate اللي هي 1 ناقص 40% اللي هي التاكسز بتاعتي، اللي هي 6% اللي طلعناها هنا. ممكن اجيبها ب 1 step واقول ان هي it is the KD times 1 minus T. ال cost of دي احنا بنعمل الامندمنت ده لل cost of borrowing بس، انما ال tax adjustment دي ما هياش موجوده في ال equity، لان زي ما اتفقنا ان ال cost of equity بتبقى after tax سواء كانت dividends preferred او common او retained earnings. طيب نيجي لل cost of capital. ال cost of capital ده بنسميه انه it is a marginal cost. ليه marginal؟ marginal لان انا بشوف ال cost of additional dollars to be raised يبقى هو marginal cost. عشان كده ال weighted average cost of capital بنسميه ان هو it's a marginal cost, the cost of additional capital to be raised. طب ايه حكاية ال weights دي؟ ال weights دي هي عبارة عن ال share of، احنا بنقول weighted average cost of capital، يعني لو انا حسبت ال cost of debt و cost of common stock وال cost of retained earnings وال cost of preferred stock، عايزة احسب التوتال كوست بالنسبة للفيرم، بنعمله average بس دي weighted على حسب ال share of each component of capital. يبقى انا بشوف ال share بتاع كل واحدة قد ايه من التوتال وبكده احسب ال weighted average. ال weight دي بجيبها منين؟ بجيبها من التارجت كابيتال ستراكشر اللي هو الكابيتال ستراكشر اللي الكومباني عايزه انه ده يبقى الاوبتيمال كابيتال ستراكشر بتاعي. فانا بشوف ايه التارجت كابيتال ستراكشر اوف ذا كومباني و I'm trying to obtain، وبقول هو ده الكابيتال ستراكشر بتاعي او الويتس اللي انا بستخدمها في الكالكوليشن اوف ذا كوست اوف كابيتال. افرضوا معايا انه I don't know the target capital structure، اعمل ايه؟ مش عارفه التارجت ده، اقوم عامله ايه؟ ممكن اعمل حاجه one of three tools. اول ميثود ممكن استخدمها ان انا I will assume ان current capital structure at the market value واجيب الويت بتاعه قد ايه واقول ان ده بيريبريزنت التارجت كابيتال ستراكشر، وهنشوف اكزامبل عليه حالا. يبقى لو انا مش عارفه التارجت كابيتال ستراكشر ممكن انا I will get الماركت فاليو اوف الكرنت كابيتال ستراكشر واحسب الويتس واقول ان ده هو ده التارجت كابيتال ستراكشر. في ابروتش تاني ان انا اي اكزامين ذا ترند اوف ذا كابيتال ستراكشر اوف ذا فيرم واقول ان هو ده فروم ات اي كان انفر واستنتج الكابيتال ستراكشر اوف ذا فيرم على حسب الترند القديم. او طريقه ثالثه او ابروتش ثالث، اعمل الافريج اوف ذا كومباربل كومبانيز كابيتال ستراكشر واقول هو ده الكابيتال ستراكشر التارجت كابيتال ستراكشر اوف ذا فيرم. هناخد اكزامبل على الابروتش الاولاني. If a company has the following market values for capital، عنده bonds الماركت فاليو بتاعها 5 مليون والpreferred stock 1 مليون والcommon 14، يعني total capital structure بتاعي 20 مليون، يبقى الweights هتبقى البوند 5 مليون من ال 20 اللي هي 25%، الequity as a whole اللي هي ال 15 مليون دول من ال 20 هم ال 75، يبقى انا جبت الweight of debt والweight of equity in general. ممكن اجيب الweight of preferred stock 1 من ال 20 والcommon stock 14 نسبتها قد ايه من ال 20 مليون. يعني معنى كده ان ال cost of capital is a weighted average cost of capital. ال cost of capital is a marginal, it is a weighted average. يبقى ان الصورة النهائية ان انا عندي ال weighted average cost of capital بيساوي ال weight of debt في ال cost of borrowing after tax زائد ال weight of preferred في ال cost of preferred زائد ال weight of common في ال cost of common equity. ال T طبعا زي ما قلنا ده ال tax، وال weighted average او ال WACC هو ده ال weighted average cost of capital بتاعي. وال common equity زي ما اتفقنا هي عبارة عن ال common stock و retained earnings. طيب ايه علاقة ال cost of capital بال ال wealth
of the firm. الكوست اوف كابيتال ده هو زي ما قلنا تكلفه المصادر اللونج تيرم. يبقى انا لما اجي احط الفلوس دي في انفستمنت، ما انا فاكرين احنا عندنا دلوقتي ادي البالانس شيت بتاعتنا فيها اسيتس وفيها لايبيليتيز اند اكويتي. الاسيتس دي استثماراتي بمولها منين؟ من اللايبيليتيز والاونر اكويتي. طيب اللايبيليتيز اند اونرز اكويتي دي انا هتكلم على اللونج تيرم انفستمنت متموله من اللونج تيرم سورسز اوف فاينانس، اللي هنسمي بقى ان دول مصادر التمويل طويله الاجل، اللي هي انا بحسب الكوست بتاعهم. يبقى انا لما اجي اعمل انفستمنت بالفلوس اللي انا جبتها، I raise these funds، محتاجه ان انا اعمل لهم انفستمنت في assets تديني ريتيرن at least الكوست ده، ما كانش طبعا اكتر من كده. يبقى لازم ان انا اعمل ريتيرن على الانفستد كابيتال دي، يبقى الريتيرن اون انفستمنت يبقى عالي بيغطي الكوست اوف كابيتال بتاعي. في الحاله دي الويلث اوف ذا فيرم بتزيد، او الفاليو اوف ذا فيرم بتزيد، والويلث اوف ذا شير هولدرز بتزيد. امتى؟ لما يكون الايرننج مور اون ذا انفستمنت ان اسيتس ذان الكوست اوف كابيتال. It may be ان كل ما ازود الكابيتال بتاعي الواك بتزيد. Accordingly it may be او it can be انه المارجنال كوست بيزيد كل ما بزود الاديشنال كابيتال. ده it can increase with the increase in المارجنال كوست، can increase with the increase of the increase in the capital raised. يبقى احنا دلوقتي علاقة المارجنال كوست اوف كابيتال بالبروجكت الانفستمنت انه كل ما المفروض ان انا اعمل الانفستمنت تديني ريتيرن اعلى من الكوست، بكده الويلث اوف ذا شير هولدرز والفاليو اوف ذا فيرم بتنكريز. والفيرمز واك ماي انكريز كل ما بزود الكابيتال ريزد، thus المارجنال كوست اوف كابيتال ماي انكريز او كان انكريز وذ اديشنال كابيتال ريزد. الريليشن شيب دي حلوه قوي ان احنا نشوفها في جراف اللي هو الانفستمنت اوبورتيونيتي سكيدجول. ده بيجيب لي الريليشن شيب بتوين الكوست اوف كابيتال كبرسنت والاماونت اوف فاندز ريزد كدولار، وممكن اخد البروجكت ريتيرن اللي هو الاي ار ار. لو انتم فاكرين في السكشن بتاعه التوبيك بتاع الكابيتال بادجيتنج كنا اتكلمنا عن الانترنال ريت اوف ريتيرن، هو ده الريتيرن بتاع البروجكت. فانا هحط على الاكسس هنا البرسنت ان ذا فورم اوف كوست اوف كابيتال والاي ار ار، واحط على الاكسس اللي هنا الدولارز ريزد او انفستد. فهعمل الكيرف دي هي مارجنال كوست اوف كابيتال، عباره عن ايه بقى؟ ادي الاماونتس ريزد والكوست بتاعها. الاماونتس زادت ادي الكوست بتاعها، الاماونت زاد ادي الكوست بتاعه. يعني سؤلت البيت كروكي، بس يعني ايه هو ده عشان السلوب الكيرف ماشيه كده. فمعنى كده ان انا كل ما بزود الانفستمنت كل ما او الدولارز ريز كل ما الكوست بتاعي بيزيد. الكيرف الثانيه هي الانفستمنت اوبورتيونيتي سكيدجول، عباره عن ايه؟ دول الفاندز ذات اي هاف انفستد. من المفترض ان انا ببتدي بالمشاريع اللي بتديني الهايست ريتيرن الاول، وبعد كده اروح بالريتيرن بتاعهم اقل. يعني طبيعي اي انفستر بيبتدي بالمشاريع اللي هتجيب له هاير ريتيرن. فاكوردنجلي لو انا عملت انفستمنت بالمبلغ ده الريتيرن بتاعي هيبقى قد كده. لو انا زودت الانفستمنت هدخل على بروجكتس هتديني ريتيرن اقل. زودت الانفستمنت هكون طبعا استهلكت المشاريع الاول، او دخلت في المشاريع بتدي هاير ريتيرن واخش في مشاريع بريتيرن اقل. عشان كده السلوب بتاعتي او الكيرف داونورد سلوبي. الغرض من الكيرف ده ايه؟ ان انا بقول ان البوينت اوف انترسكشن ما بين التو كيرفز دي هي دي الاوبتيمال كابيتال بادجت، هو ده اللي بيديني البيست ريتيرن.
يبقى الـ optimal capital structure is the amount of capital raised and investment invested at which the marginal cost of capital بيساوي الـ marginal return from investing. هي الـ point of intersection دي. إيه علاقة الـ cost of capital بالـ net present value of the project؟ فاكرين الكابيتال بادجيتنج قلنا ان احنا بنعمل النت بريزنت فاليو بنحسبها بديسكاونت ريت. ايه الديسكاونت ريت ده؟ الانترست ريت ده the best interest rate that you can use is the cost of capital. يبقى ال weighted average cost of capital is the discount rate that I can use for projects that have approximately the same level of risk. هو ده ال best discount rate اللي احنا ممكن نستخدمه. انا بحسب ال weighted average cost of capital للفيرم. طب افرض ان في بروجكت فيه ريسك بيلو الافريج اللي انا اللي حسبت بيها الويتد افريج كوست اوف كابيتال، ممكن ان انا ان ذيس كيس ان انا استخدم ديسكاونت ريت اقل من الويتد افريج كوست اوف كابيتال. طب لو في بروجكت انا بستخدمه والريسك بتاعته اعلى من الريسك اللي استخدمتها في الكالكوليشن اوف ذا ويتد افريج كابيتال ويتد افريج كوست اوف كابيتال اوف ذا فيرم، ممكن برضو استخدم ديسكاونت ريت اعلى من الـ weighted average cost of capital. طبعا احنا لما بنيجي نحسب الـ cost of capital انا بتكلم على الـ cost ده بدخل في مشروع بيدخل a period, a long period of time. لو انتوا فاكرين الـ capital budgeting كنا بنتكلم على الـ projects اللي بتدي return for a long period. فهنا انا بفترض بعمل implicit assumption ان الـ capital structure بتاعي التارجت ده will continue to be the same over the life of the project اللي انا مستخدمه معاها ال weighted average cost of capital دي اللي انا استخدمتها في calculating ال NPV. طيب ال لو مسكنا بقى كل component of capital احنا قلنا ال debt وال equity. ال debt بحسبها بان انا اجيب ال interest rate multiplied by 1 minus ال tax rate عشان اعمل ال tax adjustment. طيب هل ممكن استخدم طرق تانية؟ في حاجة اسمها ال yield to maturity approach. ايه ال yield to maturity ده؟ هو عبارة عن the annual return an investor earns on a bond if the investor purchases the bond and keeps it till the maturity. In other words انا بجيب ال present value of the bond promised payments الـ interest او الكوبون اللي انا هاخدها in the future، بجيب الـ present value بتاعتها compared to the market price. يعني انا بدفع دلوقتي 20 جنيه فيها او whatever I'm paying expected ان انا هاخد على مدار من دلوقتي انا جبتها لحد الـ maturity بتاعتي هخليها معايا ان انا ايه الكوبون الـ interest اللي انا الـ payments اللي انا هاخدها بعمل لها present value compare it to the current market price. يبقى أنا هنا I'm not using the coupon. يبقى أنا لما أجي أستخدم في البوند بستخدم ال yield to maturity approach. في method تانية بجيب بيها برضو ال cost of debt هي ال debt rating approach. لو ال yield to maturity is not available ليه؟ لأن ال debt دي not publicly traded فأنا مش عارفة الماركت برايس بتاعها إيه. في الحالة دي أعمل إيه بقى؟ Use the rating and maturity of the firm's existing debt to estimate the before tax cost of borrowing. يعني لو الفيرم عنده debt مطروح في السوق والريتنج بتاعه A والماتيوريتي 15 years والدت اللي أنا بحسب الكوست بتاعه ده برضو عنده 15 years ممكن إن أنا أستخدم نفس نفس الـ values استخدمها برضو في الـ bond to calculate الـ cost of borrowing للـ bond دي. لو ان انا اخد بقى الـ values بتاعتها بالـ market price والحاجات دي واحسب هنا نفس الحاجة برضو ان انا اجيب الـ present value compared to the present value of the promised payments to the market price. هناخد example كده. A company's capital structure includes debt with an average maturity 10 years. The company's marginal tax rate is 35%. The company دي عندها rating بتاعها AAA وال yield on debt with the same debt rating and maturity is 4%. يبقى انا اقدر ان انا اخد الفيجرز بتاعتها
واقدر ان انا احسب برضو الـ cost of debt. يبقى الـ cost of borrowing after tax الـ 4% اللي هو الـ yield اللي انا حسبته، هاخده برضو الـ 4% اضربها في 1 minus الـ tax rate يبقى 2.6%. يبقى انا استخدمت الـ available data بتاعت الـ publicly traded debt ان انا اقدر احسب برضو الـ cost بتاعي. خلي بالكم ان انا ما استخدمتش الكوبون ريت، انا استخدمت اليلد تو ماتيوريتي بتاعي. طيب ايه الكوست اوف بريفيرد ستوك؟ الكوست اوف بريفيرد ستوك هو الديفيدنس، وده طبعا بيبقى بعد البيمنت اوف تاكسس، فما بعملش اي ديدكشن. الكوست اوف بريفيرد ستوك هيساوي، بقارن ايه بايه؟ بقارن من وجهة نظر المستثمر. ما احنا قلنا ان الكوست اوف كابيتال ده المينيمم اللي الانفسترز عايزين ياخدوه لاستثمارهم في الشركه، وهو ده تكلفه الشركه، التكلفه اللي بتاخدها لمصادر التمويل بتاعتها. فمن وجهه نظر البروفايدر اوف بريفيرد ستوك هيقارن ايه؟ هيقارن الديفيدنز اللي بياخدها للبرايس اللي دفعه. ومن وجهه نظر الكومباني هي نفس الحاجه، البرايس اللي انا خدته، او هي دي الفاندز ذات اي ريزد، الفلوس اللي خدتها عشان طرحت البريفيرد ستوك compared to الديفيدنز اللي انا هدفعها للبريفيرد ستوك هولدرز. ده هيديني بيرسنت، هو ده الكوست اوف بريفيرد ستوك، وما بعملش اي تاكس ادجستمنت له. نيجي للكومن اكويتي. الكوست اوف كومن اكويتي بحسبه بثلاث مودلز، يا بستخدم الكاب ام الكابيتال اسيت برايسنج موديل، او بستخدم الديفيدند ديسكاونت موديل، او البوند ييلد بلس ريسك بريميوم. ايه هو الكابيتال اسيت برايسنج موديل؟ الكابيتال اسيت برايسنج موديل ده اتس ا موديل يوزد تو كالكوليت الاكسبكتد ريتيرن اون ا ستوك، او بحسب بيه الكوست اوف اكويتي. هو عباره عن ايه الكوست اوف اكويتي؟ عباره عن السهم ده لازم يديني ريتيرن قد ايه؟ يديني الريت اوف ريتيرن اللي الريسكلس اسيت بيديه، الار اف ريسك فري ريت، وات ماي بي انا بستخدم غالبا بيبقى التريجري بيلز، الريت بتاع التريجري بيلز. طيب يبقى هو هيديني الار اف بس، يعني انا دلوقتي عايزه احط فلوسي في شركه، لما احطها الريتيرن اون ماي ستوك هيديني اللي التريجري بيلز بيديه؟ لا، لو هيديني تريجري بيلز بيدي يبقى كفايه عليا ان انا احطه في التريجري، احطه على طول في التريجري بيلز، ما احطش في الشركه وفيه ريسك، الشركه معرضه لريسك مش زي تريجري بيلز. تريجري بيلز دي ريسك فري ريسك فري. لا، يبقى انا لو حطيته في شركه انا عايزه اخد الار اف اللي هو الريسك فري ريت زائد كومبنسيشن اون الريسك. ايه الكومبنسيشن دي؟ هاجي اشوف الار ام اللي هو الريت اوف ريتيرن اون الماركت، الاكسبكتد ماركت ريتيرن ان ذا ماركت، السيميلر انفستمنتس بتعمل ريتيرن قد ايه، اشيل منه الار اف، يبقى كده معنى كده ده الجزء اللي الماركت بيحققه بريميوم او زياده على الريسك فري ريت. طيب يبقى الماركت ريسك بريميوم ده اللي هو الريت اوف ريتيرن اللي الماركت بورتفوليو بيحققه اعلى من الار اف. اجيبه ازاي؟ هقول ان الماركت بورتفوليو بيحقق ريتيرن قد ايه، اشيله منه الار اف، يبقى مثلا نقول مثلا ان الار اف ده 10%، الماركت هيديني 12، يبقى الماركت بيحقق 2% زياده عن الار اف عشان الريسك اللي موجوده فيه. طب ده بتاع الماركت. طب بتاع الشركه ايه؟ بشوف الريسك بتاع الشركه بحاجه اسمها البيتا. البيتا دي هي السيستماتيك ريسك، اللي هي حساسيه الشركه بتاعتي البارتيكولر كومباني دي للتشينجز ان ذا ماركت. يعني معنى كده كل شركه لها البيتا بتاعتها. The return sensitivity of a stock i، اي ستوك يعني، to changes in the market return. يبقى انا دلوقتي الستوك جي دي بتاعتي، او ستوك اي، وات ايفر ذا ستوك دي،
لازم تديني return ال RF زائد risk premium. ال risk premium ده خاص بمين؟ بالشركة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال return اللي هاخده الماركت هياخده علاوة على او premium يعني على ال RF مضروب في البيتا بتاعتي. يبقى انا كده بتاعت ستوك جي، يبقى انا كده هقول ان انا عندي ال return on stock J هو ال RF زائد risk premium. ال risk premium ده هو عبارة عن الماركت بريميوم مضروب في البيتا بتاعتي، يعني ده اللي الماركت بيحققه اضربه في مقدار الحساسية بتاعتي لل changes in the market. الموديل ده اسمه الكاب ام او الكابيتال اسيت برايسنج موديل. ناخد اكزامبل كده، عايزه اطلع الكوست اوف ايكويتي بتاع ديكستر. لو الار اف 6% والار ام الماركت بورتفوليو بيديني 11% والبيتا 1.1 بتاع ديكستر 1.1، يبقى الكوست اوف ايكويتي هتساوي الار اف اللي هي 6% زائد الماركت ريسك بريميوم اللي هي الريتيرن اللي الماركت بيديه 11 ناقص الريسك فري ريت الستة مضروب في البيتا بتاعتي اللي هي 1.1، يعني الريت اوف ريتيرن او الكوست اوف اكويتي بتاع ديكستر 11.5%. الموديل الثاني اللي ممكن نستخدمه عشان نحسب الكوست اوف اكويتي اسمه الديفيدندز ديسكاونت موديل. احنا هنستخدم هنا موديل اسمه الجوردن موديل. الموديل ده بيقول ايه؟ بيحسب الفاليو اوف ذا ستوك. في موديل اسمه الجوردن موديل بيحسب الفاليو او البرايس اوف الكرنت ماركت برايس اوف ستوك. عباره عن ايه؟ عباره عن الكرنت ماركت برايس بيساوي الاكسبكتد ديفيدندز اللي الشركه هتدفعها ديسكاونتد باي، ما انا بقول ديفايدد باي ان انترست ريت يعني بجيب البريزنت فاليو، divided by أو discounted by the cost of equity minus the growth rate of the company. ده model given. أنا هستخدم الموديل ده عشان أقدر إن أنا أجيب دي، هو ده اللي أنا بدور عليه. فإحنا عندنا في الفاينانس عايزين نستخدم ال dividend discount model عشان نحسب ال cost of equity assuming the dividends will grow at a constant G. فهستخدم الـ value of stock اللي هو الموديل بتاع الـ Gordon model اللي بيقول إن الـ current market price بيساوي الـ expected dividends divided by الـ cost of equity minus الـ G، يعني discounted by الـ cost of equity minus الـ G. الـ G اللي هي الـ expected growth rate. أنا هعمل manipulation أو أعدل الـ equation دي عشان أطلع ده، ده اللي أنا عايزاه. لو عدلت الـ equation rearranging the formula to get the cost of equity هتساوي D1 divided by the price plus G. طيب ال D1 عبارة عن ايه؟ ال D1 هي عبارة عن ال current dividends مضروبة في 1 plus ال growth rate of the company. يعني لو ما جاش قال لي انه ال expected dividends 10 دولار وقال لي currently company بتبي 8 دولار وعندها growth rate 10% اقدر احسب ال D1. ال D1 ده هيساوي ال D1 دي. اوكي، اجيب ال G منين؟ ال G دي سهله قوي بقى، ممكن ان يعني يقول لي انه ال growth rate directly 10%، يا اما انا اشوف كانت ال dividends بتبقى كام، هيدي مثلا تيبل فيها ال trend of ال dividends، ال trend of ال earnings per share، ال trend of anything، احسب منها ال growth. ما ادانيش الحاجات دي او انا ما اعرفهاش، ممكن اجيب الجي على طول بان انا اقول الريتنشن ريت في الريتيرن اون اكويتي اللي هي هتساوي الريتنشن دي اللي هي عباره عن 1 ماينس الديفيدند باي اوت في الار او اي او ريتيرن اون اكويتي. وات ايفر از جيفن تو اس ممكن احنا نستخدمه ونحسب بيه الجي، يا اما يبقى جيفن دايركتلي يقول لي الجي از 10%. تالت طريقه ممكن احسب بيها ال cost of equity هي البوند ييلد بلس ريسك بريميوم.
بجيب اليلد بتاع البوند وازود عليه ريسك بريميوم من 3 ل 5%. خلاص، يبقى الكي اي او الكوست اوف ايكويتي هو البوند ييلد بلس ريسك بريميوم. اكزامبل، ذا بوند ييلد تو ماتيوريتي از 4.95% ماتيورينج في 2020. هاجي ادينج ان اربيتري ريسك بريميوم اوف 3.5% هيديني استيميت كوست اوف ايكويتي which is equal to اليلد بتاع البوند بلس الريسك بريميوم بتاعي اللي هي 8.5. يبقى ده الكوست اوف ايكويتي بتاعي كده. يبقى احنا we had a look at three ways to calculate the cost of common equity. يا بستخدم الكاب ام، يا الديفيدند ديسكاونت موديل، يا البوند ييلد بلس ريسك بريميوم. نرجع تاني للكاب ام. انا لما بتكلم على الكاب ام بتكلم على الكوست اوف كابيتال بتاع البروجكت، بتاع الفيرم. طب لو انا عايزه احسب لبروجكت معين، هل ينفع ان انا احسبها؟ طبعا البروجكت ما بيبقاش يعني مش بيبقى مطروح في السوق ان انا اقدر اعرف البيتا بتاعته او وات ايفر الداتا بتاعته بتاعت البروجكت ده، مش هتبقى موجوده للبروجكت، هي موجوده على الشركه. اعمل ايه في الحاله دي؟ اللي انا اقدر اعمله ان انا اجيب الايكويتي بيتا بتاعه اي فيرم بابليكلي تريدد بس هو انجيجد في سيم بزنس اللي البروجكت ده، نيتشر اوف ذا بروجكت، نفس البزنس بتاعه البروجكت دي، ويكون عنده سيميلر ريسك. يبقى انا دلوقتي انا لما بحسب البيتا وبحسب الكوست اوف كابيتال بحسبها للكومباني. طب لو انا عايز احسبها للبروجكت ذاته، طبعا الـ specific project is not represented in a publicly traded security، فمش هقدر ان انا احسب البيتا بتاعته directly. فاعمل ايه؟ اعمل حاجة اسمها الـ pure play method، اللي هي عبارة عن ايه؟ اجيب البيتا بتاعت الكمباني اللي تكون engaged in the same وتكون publicly traded و engaged in similar business للproject ده وب similar risk، واستخدمها ان انا احسب البيتا بتاعت البروجكت. بس خلي بالكو ان البيتا دي بتبقى a function of البيزنس ريسك والفاينانشال ستراكشر اوف ذا فيرم، وطبعا ده مش هيبقى موجود، مش كل فيرم عنده نفس البيزنس ريسك ونفس الفاينانشال ستراكشر، مش نفس الفاينانشال ستراكشر طبعا. خلاص، يبقى عشان كده في البيور بلاي دي بعمل unlever للكمباني ليفرج، يعني بشيل تاثير الليفرج وارجع اعمل ادجستمنت ان اعمل ليه ليفر تاني عشان اقدر احسب البيتا بتاعتي. We can then use this equity beta to calculate the cost of equity بتاعه مين؟ البروجكت. طيب انا البروجكت بتاعي ده انا مولته من liabilities ومن equity، يبقى انا معنى كده لو جيت قلت ان البيتا بتاعت الاسيت هتساوي البيتا بتاعت الديت زائد البيتا بتاعت الاكويتي. طيب يبقى انا دلوقتي because the company's risk is shared between creditors and owners we can represent the company risk بتاعت البيتا of the assets طبعا بما ان في عندي creditors وعندي owners يبقى هعمل برضو weighted as the weighted average of the company's creditor market risk اللي هي البيتا اوف ذا ديت اند ذا ماركت ريسك اوف ذا اونرز اللي هي البيتا ايكويتي، لان احنا اتفقنا ان البيتا دي هي الماركت ريسك او السيستماتيك ريسك. يبقى البيتا اوف ذا اسيتس هي البيتا بتاعه الديت في الويت بتاع الديت زائد البيتا بتاعه الايكويتي في الويت بتاع الايكويتي. اجيب الويت ازاي؟ فيري سمبل، الكابيتال ستراكشر بتاعي بيتكون من الديت والايكويتي، يبقى البيز بتاعي او الدينومينيتور هو الديت والاكويتي. عشان اعرف الويت بتاع الديت هقول الديت كومبير تو الديت بلس اكويتي، وعشان اعرف الويت بتاع الاكويتي هقول الاكويتي كومبير تو الديت بلس اكويتي. We generally assume ان for the large companies انه ال debt companies debt does not have a market risk، فالبيتا بتاعته is equal to zero، وده بيبقى في generally بيبقى
في الموست لارج كومبانيز. يبقى if the beta of the debt is zero يبقى البيتا اوف ذا اسيتس، هنعمل ري ارينجمنت للايكويشن، هتساوي beta of equity multiplied by 1 over 1 plus 1 minus t في الكابيتال ستراكشر بتاع ال debt to equity ratio. I will rearrange عشان اجيب البيتا اوف ذا equity، هري ارينج الايكويشن دي، يبقى البيتا اوف ذا equity اوف ذا project بتساوي البيتا اوف ذا اسيتس في 1 plus 1 minus t في ال debt to equity ratio. ناخد example. Akram Incorporation is considering a project in food distribution business. It has a debt to equity ratio of 2. Marginal tax rate 40%. The current debt yield is 14%. Balfour دي publicly traded. يعني افهم من كده ان Akram دي not publicly traded. فانا ما عنديش البيتا بتاعت البروجكت بتاعها. فانا هستخدم بقى الفيجرز بتاعت بلفر لانها publicly traded عشان احسب ال weighted average cost of capital بتاع البروجكت ده. تاني هنقول ان اكرم عندها project في ال food distribution، ودي ال debt to equity ratio وال marginal tax rate وال debt 40 ال yield بتاعه 14%. بلفر a publicly traded company a firm that operates only in food distribution. هي نفس البيزنس. Has a debt to equity 1.5. ادي capital structure زي ما انتم شايفين مختلف. A marginal tax 30%. Equity beta of 0.9. The risk-free rate is 5% and the expected return on market is 12%. Calculate Balfour's asset beta, the project equity beta, والweighted average cost of capital بتاع البروجكت. هستخدم في بلفور الاسيت بيتا اطلعها الاول لان الداتا موجوده، هتساوي البيتا اوف ذا اكويتي تايمز 1 اوفر 1 بلس 1 ماينس تي في الديت ريشيو. البيتا اوف ذا اكويتي 0.9، بلفور الداتا موجوده فين اهي، البيتا اوف اكويتي از 0.9 في 1 ديفايدد باي 1 بلس 1 minus t في net tax rate 30% multiplied by ال debt to asset اللي هي 1.5. هتطلع لي البيتا بتاعت الاسيتس بتاعت بلفور 0.439. طيب نيجي للاكويتي بيتا فور ذا بروجكت، هتساوي ايه؟ بيتا اوف ذا اسيتس في 1 plus 1 minus t 1 plus 1 minus t في ال debt to equity. هتساوي ايه؟ انا هستخدم بقى البيتا بتاعت بلفور 0.439 في 1 plus 1 minus t بتاعت اكرم اللي هي 40% في ال debt to equity اللي هي ال 2، هيطلع لي 0.966. ده البيتا of the project. project cost of equity اهي الكاب ام هتساوي RF plus بيتا، انا لسه مطلع البيتا اهي بتاعتي بتاعت البروجكت ده 0.966 في RM minus RF. الماركت بورتفوليو بيديني 12% minus الريسك فري ريت 5%. التوتال كوست اوف ايكويتي اوف ذا بروجكت هتساوي 11.762. طيب عايز احسب الويتد افريج كوست اوف كابيتال بتاع بتاعي، احسبه ازاي؟ هيبقى الويت بتاع الدات، the device already ready to connect، الويت بتاع الدات في الكوست اوف دات زائد الويت اوف ايكويتي في الكوست اوف ايكويتي. طب هو بيقول لي ان الدات تو ايكويتي از ايكوال تو في اكرم 2، يعني معنى كده 2 اوفر 1 2 debt 1 equity. يبقى لو ال debt 2 ال equity is 1، يبقى ال weight بتاع ال debt هيساوي ال debt على ال debt plus equity 2 over 2 plus 1 يعني 2 over 3، وال weight of equity هو 1 over 2 plus 1 اللي هي 3، يبقى 1 over 3. يبقى ال weighted average cost of capital هيساوي ال 11.6 اللي هي cost of equity multiplied by the weight of equity اللي هي دي plus الويت اوف ديت
اللي هي 2 over 3 في الـ cost of debt اللي هي 14% في 1 minus t اللي هي 1 minus tax rate اللي هي 40%، يبقى الـ weighted average cost of capital is equal to 9.52%. يبقى كده أنا عرفت إزاي أحسب البيتا والـ cost of capital بتاع الـ project، بإن أنا بما إن الـ project ده ما هواش publicly traded فبجيب شركة تكون اللي هي قلنا سميناها إن هي عبارة عن الـ pure play method، إن أنا بشوف شركة تكون similar business، وهي فعلا في الـ example بتاعنا إكرم الـ project بتاعه في الـ food industry business، واستخدمت الداتا بتاعت بلفر اللي هو publicly traded food business food distribution business part. الميثود دي is theoretically correct بس في شوية challenging issues هنا لما باجي اعمل estimating البيتا of a comparable company. البيتا is estimated using historical returns، وطبعا الاستيميت is sensitive to the length of time used والفريكونسي اوف ذا داتا. الاستيميت كمان بيتاثر بالاندكس، انهي اندكس انا بستخدمها عشان احسب الماركت ريتيرن. كمان الاستيميتس اوف بيتا فور السمول كابيتالايزد فيرمز ممكن تبقى محتاجه ان انا اعمل لها ادجستمنت ابورد تو ريفلكت ذا ريسك انهيرنت ان السمول فيرم ده، اللي هي مش موجوده في النورمال ميثودز اللي انا بستخدمها او اليوجوال ميثودز اللي موجوده. لما يكون فيرم صغير قوي محتاج اعمل الادجستمنت دي لان الكالكوليشنز بتبقى مش محسوبه في الميثودز اللي موجوده. في نقطه مهمه قوي برضو مهم ان احنا نعرفها، ان انا لما اجي احسب الكوست اوف اكويتي بحتاج ان انا ادخل الكونتري ريسك بريميوم especially اذا كانت developing country. يبقى using the cap am to estimate the cost of capital ممكن يبقى problematic لو انا في developing country، لان البيتا does not adequately capture the country risk، فبحتاج ان انا احط ال country risk premium في ال cap am. ايه هو بقى ال country risk premium ده؟ بعمل revised cap am هو نفسه هو ال cost of equity بيساوي ال rf plus البيتا في ال rm minus ال rf، بس بزود premium بسميه ال country risk premium. بحسبه ازاي؟ بقول ان الـ country risk premium هو الـ sovereign yield spread مضروب فيه الـ annualized، يعني الـ spread اللي عندي ده اللي انا باخده او الـ yield اللي انا باخده ده مضروب فيه الـ risk annualized standard deviation of the equity index of the developing country divided by the annualized standard deviation of the sovereign bond market. يعني بعمل الـ annualized standard deviation للـ equity index والـ annualized standard deviation للـ sovereign bond market. ايه السوفرين ييلد ده؟ هو الديفرنس بين ذا ييلد اوف جوفرمنت ان ذا ديفلوبينج كونتري اند ذا تريجري بوند اوف ا سيميلر ماتيوريتي. يبقى انا في الكاب ام بحتاج ان انا اعمل ادجستمنت للديفلوبينج كونتريز، ان انا احط الكونتري ريسك بريميوم في الكالكوليشن اوف ذا كوست اوف ايكويتي. دلوقتي التوبيك اللي جاي هنتكلم على المارجنال كوست اوف كابيتال سكيدجول. ليه هو ابورد سلوبينج؟ كل ما بزود الكابيتال وايه البريك بوينتس اللي بتبقى موجوده؟ احنا كنا قلنا في الاول ان كل ما بزود الكابيتال مفروض ات ماي بي ان الكوست بيزيد، يبقى المارجنال كوست بتاعي بيزيد. هتلاقوا انه عشان كده كنا عملنا الكيرف وقلنا ان هي كل ما ال resources بتزيد كل ما الكابيتال الكوست بيزيد. لو انا حطيت ال weighted average cost of capital كبرسنت والكابيتال raised كدولار on both axes هلاقي ان انا ممكن ان انا لحد amount معين من الفاندز ببقى ب 3%. بيحصل بعد كده لو زودت الفاندز بتاعي raised نقلت على 5، زودت نقلت على 7%. دي بنسميها jumps او breaks في الـ cost of capital. ممكن تحصل الـ jumps دي أو الـ breaks دي مع الـ increase in funds raised. الـ break point دي والـ break point دي بتتحسب إزاي؟
عند انهي اماونت هتتحسب، احسبها عشان اعرف البريك بوينت دي عند انهي اماونت، هيبقى is equal to the amount at which the component cost of capital change divided by the weight of the component in the capital structure. هي دي البوينت اللي هيحصل فيها ال change in the cost of capital وانقل على a more expensive weight of capital او marginal cost of capital. اخر topic هنتكلم عنه هو الـ floatation cost. طبعا اي company بتعمل اصدار لـ stock سواء كان preferred او common بيبقى عندها حاجة اسمها الـ floatation cost. دي fees charged by investment bank، بتبقى مصاريف، مصاريف بقى ممكن يصير فيها administrative legal whatever الـ cost دي، وبتبقى عند الاصدار، بتبقى يعني بتبقى 2% to 7% of the total amount of capital raised على حسب الـ type of offering اللي أنا بعمله. دي الـ floatation cost. طيب الـ floatation cost في ناس كتيرة قوي وهي بتحسب الـ cost of common stock أو preferred stock بيشيلوا الـ floatation cost من الـ هما بيحسبوا الـ cost of equity أو cost of preferred stock. إحنا فاكرين الـ equation هي عبارة عن الـ dividends divided by the price، هو ده الـ cost of preferred، الـ cost of الـ preferred والـ cost of common stock هيساوي الـ expected dividends 1 divided by the price plus الـ G. في ناس وهي بتحسب الكوست ده بتقول البرايس بشيل منه الفلوتيشن كوست. يعني ايه؟ If a company has a dividend of 1.5 per share and a current price of 30 per share وexpected growth rate of 6%، فبيحسبوا ايه؟ بيقول لك بقى انه لو عندي فلوتيشن كوست 4.5 بشيلها وانا بحسب الكوست of equity، يبقى الكوست of equity هيبقى ال D1 اللي هي أنا بدفع دلوقتي 1.5 مضروبة في 1 plus G، ال G اللي هي 6% divided by ال 30 ناقص منها 1 ناقص منها ال 4.5%، فبقول 30 في 1 minus ال 45% plus ال G، يبقى الكوست بتاعي هيبقى إيه؟ 11.55. تعالوا ناخد كده الكيس لو أنا ما شلتش الفلوتيشن كوست، يبقى أنا بقسم على ال 30 فالكوست بتاعي هيبقى 11.3. مين اللي اصح ان انا استخدمه لما باجي احسب ال weighted average cost of capital؟ الاصح ان انا ما اشيلش الفلوتيشن كوست، لان الفلوتيشن كوست دي لو انا حسبت الفلوتيشن كوست ان انا شلتها وكان ان انا على مدار ما انا بعمل بقى البريزنت فاليو الان بي في بتاع البروجكت بستخدم الكوست اوف كابيتال، الويتد افريج كوست اوف كابيتال اللي بيدخل من ضمنها الكوست اوف كومن ستوك والبريفيرد اللي انا شلت منهم الفلوتيشن، فالكوست بتاعي بيبقى اعلى، ده هياثر على الام بي في والاي ار ار كالكوليشن. بينما الفلوتيشن كوست دي بتدفع اول ما السهم بيتصدر، يبقى انا مش محتاجه ان انا احطها في الكالكوليشن بتاعتي على مدار اللايف اوف ذا بروجكت، فالاحسن ان انا احسبها بالطريقه دي، مور كوريكت ان انا احسبها بالطريقه دي وما شيلش الفلوتيشن كوست. امال اعمل ايه بالفلوتيشن كوست؟ في الانكوركت ميثود وي هاف جاست سين فلوتيشن كوست افكتيفلي انكريز ذا ويتد افريج كوست اوف كابيتال باي فيكست بيرسنت اند ويل بي ا فاكتور فور ذا ديوريشن اوف ذا بروجكت. ليه بقى؟ هيأثر على زي ما قلنا الام بي في. زي ما بقول كده انه البروبلم انه الفلوتيشن كوست از نوت ان اونجوينج اكسبنس. امال اعمل ايه؟ دي الفلوتيشن كوست is an outflow cash outflow that occurs at the initiation of a project، فهت affect البروجكت امتى؟ في الانيشيال كاش outflow. therefore the correct way to account for the flotation cost is to adjust the initial project cost with the flotation cost. an analyst should calculate the dollar amount of the flotation و increase the initial cash outflow بالamount ده. يبقى انا استخدم الايكويشن الاولانيه ماتش بيتر عشان ما تاثرش على الكوست بتاعي throughout the life of the project.
كده احنا خلصنا الديسكشن بتاعنا بتاع الكوست اوف كابيتال، ونتقابل في توبيك تانية ان شاء الله. شكرا.